هاوي كسول. فهذا يرجى من وراء نصحه وإرشاده يرجى خير. وهذا راه مازال باقي في حدود الشريعة وفي حدود الدين. أما الذي ينكر أو يرفض ويعلن أنا لا أؤمن بما جاء به أو لا أرفض أن كذا وكذا، هذا كفر، هذا كفر. هذا ينكر الرسالة، لأن الرسالة المحمدية لا تجزأ. لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن هنا ونكفر هنا، لا أبدا أبدا، هذا لا يؤمن. سنعود إلى موضوع المساجد بعد أن نستقبل مكالمة أخرى. ألو، ألو، السلام عليكم. مرحبا، أنت في الاستماع لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. مرحبا. مرحبا، شرفنا باسم الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أخي تفضل، إحنا في استماع. حمزة فيجيك. الأخ حمزة من فيجيك، مرحبا بك. تفضل طرح السؤال. أنا ربما تواصل غير ممكن من الأخ حمزة. نعم، طيب نرجعوا للسؤال المساجد الأخ عبد الحميد، ما يخص بعض اللجنة التي تسعى من أجل جمع المال كان بهذا الشكل فهو بدعة. لكن لأن الاحتفال بالرسول علينا أن نضعه في خانة، هذه الخانة هي أنه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، يعني أننا نعرف الناس بهذا الدين الذي جاء به سيد الرسول، نعرفهم بأخلاقه حتى يحبوه وحتى يحبوا الدين الذي جاء به. أما نجتمع من أجل الطعام ومن أجل اللحم ومن أجل غير مطلوب، وهو نوع من الابتداع في الدين وهو غير مقبول، وهذه اللجان ينبغي أن لا تعود إلى هذا إلى 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 هذا السلوك. نعم. اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معكم شعيب الكوري من مدينة الغربية. أخ شعيب تفضل. شكرا لك أختي ولكل العاملين في الإذاعة محمد السادس، والشكر موصول لفضيلة الشيخ، وشكرا لك جميعا على فضل زيارة الموضوع. فما أحوج الأمة الإسلامية إلى تحقيق عقيدتها. ارتباطا بالموضوع، فضيلة الشيخ قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان الله سبحانه وتعالى نهانا أن نسب الذين يدعون من دون الله لئلا يسبوا الله، فماذا يمكنكم أن تقولوا فضيلة الشيخ للشباب المسلم اليوم الذي يسب الله عز وجل غير معار في الأماكن العامة والخاصة، في الحدائق، في الحافلات، إلى غير ذلك من الأماكن، كلما اغتشاطوا غضبا ولو لأسرع الأحداث؟ وما حكم من يسب الله عز وجل أن يبقى في ذمة الإسلام، وماذا يتوجب عليهم بعد ذلك؟ سؤالي إلى فضيلة الشيخ. ألو. نعم حسنا، سيبوا شعيب تفضل. جاء على لسان فضيلة أحد الشيوخ في البرنامج أمس أن هداية الناس بصوت المرتفع ممنوعة شرعا ولو كانت بذكر الله تعالى، وقال يتحمل المسؤولية الشرعية، وذلك من خلال يعني هداية الناس من خلال مكدرات صوت المركزي. فماذا يمكنك فضيلة الشيخ أن تقولوا لأولئك الذين يجعزون الناس ويؤذونهم يعني بالأصوات الموسيقية التي تبتدئ من أول الليل إلى آخره؟ فماذا يمكنك فضيلة الشيخ، وأرجو منكم أن ترشدوا هؤلاء
سواء الامر تعلق بالموضوع الاول او الموضوع الثاني. وشكرا لكم جزيلا. شكرا لك الاخ المتصل، الى اللقاء. طيب فيما يخص الانسان الذي يسب الدين ويسب الاله ويسب كل ما يتعلق بالمله، استاذ الكريم، وين هذه الايه يدخل في باب الذرائع؟ الله تعالى نهانا ان نسب اصنام المشركين حتى لا يسبوا معبودنا وهو الله سبحانه وتعالى. الذي يسب الله باتفاق العلماء قد كفر، هذا ما فيش خلاف. الذي يسب الله او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم او يسب القران هذا كفر باتفاق، خرج من الملة والعياذ بالله، حتى وان كان يعني لفظا بدون اعتقاد. لا ما كانش، احنا نتعامل مع الظاهر، اما الباطن هو علمه. شوف، الانسان يدخل في الاسلام بكلمه ويخرج بكلمه. الانسان يدخل يكون مسلما بكلمه، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ويخرج بكلمه، كلمه تخرج من الدين. الانسان